بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تاقجوت. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت كشف عقب استقباله من قبل السيد الرئيس أنه ناقش مع رئيس الجمهورية جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع العمال في المؤسسات الاقتصادية والوظيفي العمومي، بالإضافة إلى التنظيم النقابي والأوضاع الاجتماعية للعمال كالقدرة الشرائية. اللقاء اللي كان مع السيد الرئيس الجمهورية اليوم كان لقاء حول المواضيع تاع العالم شغل، وكان نقاش حاد، نقاش واسع للنظر في الأوضاع العملية، يعني سواء في مؤسسات الاقتصادية ولا مؤسسات في الوظيفة العمومي. وأنا كنت قدمت ليه وقلت عندي اقتراحات نقدمها له في الأيام المقبلة فيما يخص المؤسسات الاقتصادية سواء عامة أو خاصة. كان نقاش في حول الوضع الاجتماعي، القدرة الشرائية، تنظيم النقابة، تنظيم المجتمع ككل، لأن هذا يعني يهمنا، يهم بلادنا ويهم شعبنا. يعني كانت نقاش واسع، معرفته للوضع الداخلي تاع البلاد والوضع الاقتصادي في الإدارة العمومية، الفضاء الاجتماعي، يعني شيء إيجابي لنا احنا كعمال، وحنا على استعداد للتعاون، على استعداد لنعمل كل مجهود تاعنا باش نعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي في بلادنا.